الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحضور الكريم، الأساتذة الموقرون والأخوة الشعراء، الإعلاميون الأفاضل، السيدات والسادة، بعد التحية والتقدير يسرنا أن نرحب بكم في موسم جديد لبرنامج أمير الشعراء، البرنامج الممتزج بالنجاحات الجميلة التي تهفو إليها النفوس وتصبو إليها القلوب، حيث يواصل البرنامج مسيرته الشعرية بنجاحه المبهر عاما تلو الآخر. لذلك تقفو الكلمات عاجزة عن عمل الضخامة المعاني الممتزجة بروعة ما يقدمه البرنامج من جهود كبيرة تقوم بها إمارة أبوظبي في ارتقاء الشعر الفصيح والأدب العربي عموما. إننا نجتمع اليوم لنزودكم بكافة المعلومات المتعلقة بالبرنامج من حيث آلية المشاركة والتأهل للمراحل اللاحقة وآلية توزيع الشعراء على مراحل التنافس وحلقات البرنامج. ويشرفنا أن نرحب اليوم بالمتحدثين في المؤتمر الصحفي، السيد عيسى سيف المزروعي عضو لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، والسيد سلطان العميمي مدير أكاديمية الشعر في اللجنة. كما يسرنا أن نرحب بحضور كل من السيد عبد الله بوطي القبيسي مدير إدارة الاتصال ومدير المشاريع في اللجنة، السادة أعضاء لجنة التحكيم، الدكتور صلاح فضل، والدكتور علي بن تميم، والدكتور أحمد خريس، والسيدة نشوى الرويني الرئيس التنفيذي لشركة براميديا. بداية فليتفضل السيد عيسى المزروعي بإلقاء كلمته مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله. أعتقد من كثر ما تكلمنا خلصنا المؤتمر قبل أن نبتدي. بداية مشكورين على الحضور، وأصبحنا أعتقد أسرة خلال هذه السنوات الماضية. كنت أتكلم عن الدكتور علي أقول له مضت 6 مواسم والعمر يطوف، فمشكورين على الحضور. ممثلو وسائل الإعلام، السيدات والسادة الحضور الكريم، مرحبا بكم معنا اليوم للإعلان عن الموسم السادس عن برنامج أمير الشعراء. بداية لا بد من الإشارة إلى أن الفعاليات والبرامج الثقافية والتراثية التي تطلقها دولة الإمارات من قبيل أمير الشعراء وشاعر المليون وبرنامج الشارة وغيرها الكثير تعكس الجهود الكبيرة التي تهدف إلى إحياء موروثنا الثقافي والمعرفي ورث الأجداد الراسخ في ذاكرتنا، وتصب في سياق تحفيز اهتمام الأجيال القادمة بأهمية كنوز التراث وروائع الثقافة والإبداع الشعري العربي قديما وحاضرا. إن لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية تؤكد دائما أن الثقافة والتراث فعل واحد ينتمي إلى المواطنة والهوية لكل بلد، فالهوية الوطنية لا يمكن أن تبنى دون ثقافة وحضارة تتركز عليها. لذلك أتى أمير الشعراء لنؤكد على أن الشعر يبقى أهم المراجع الأدبية والثقافية لأجيالنا، وهو لسان حال المجتمعات في مختلف نواحي الحياة. لقد استطاع برنامج أمير الشعراء في مواسمه السابقة أن يعبر جغرافيا الخليج العربي عبر البث التلفزيوني المباشر إلى مئات الملايين في الدول العربية وجميع الناطقين بلغة الضاد في أنحاء العالم، حتى أطلقت المسابقة بشهادة الجميع حركة شعرية هامة تؤدي دورا محوريا في تعزيز المشهد الثقافي العربي. واليوم نجد أيضا أن النقل الحي للمنافسات الشعرية سيتضمن أيضا إلى جانب قناة بينونة من الإمارات، التلفزيون السعودي القناة الأولى، وقناة المحور المصرية، وهذا خير دليل على المكان التي بات يحتلها البرنامج من المنطلق جماهيريته العالية. ويأتي التميز والإبداع في مسرح شاطئ الراحة وثيمة الموسم الجديد جامع الشيخ زايد الكبير بروعة قبابه وأعمدته الرخامية وأقواسه المستمدة من عظمة الحضارة الإسلامية وبراعتها، إضافة إلى النقوش المستوحاة من فنون الذاكرة الإسلامية التي تتميز بدقتها وجماليتها، لتضيف بعداً آخر على البرنامج في تكامله مع البعد الحضاري العربي. لقد أعاد أمير الشعراء الشعر الفصيح بلا شك إلى دائرة الضوء مجدداً، وإحياء ديوان للعرب كما كان قبلاً،
هذا فضلاً عنه أفسح للشعراء مجالاً أرحب للإبداع والتنافس الشعري الخلاق، بل إن البرنامج أتاح الفرصة للشعراء بأن يكونوا سفراء لأوطانهم ومرآة لثقافتهم العميقة العريقة، وبخاصة وأنه من أكثر البرامج مشاهدة في العالم العربي، وهذا ما تؤكده العديد من الجوائز التي حصل عليها على الصعيدين العربي والدولي، وآخرها جائزة النويس للإبداع لعام 2014 عن فئة أفضل برنامج ثقافي تلفزيوني. ونجح البرنامج خلال 6 مواسم الكشف عن 165 شاعراً مبدعاً تتراوح أعماره ما بين 18 و45 سنة، كما أن المشاركات من شعراء صغار في السن تدل على أن الشعر ما يزال مرغوباً ومنتشراً كوسيلة تعبير عند مختلف فئات المجتمع. لم يكن هذا النجاح الكبير الذي تحقق وليد صدفة لبرنامج أمير الشعراء، بل هو قفزة نوعية شاملة في الحراك الثقافي العربي نتيجة الدعم اللامحدود لمسيرة الأدب والثقافة من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي القائد الأعلى للقوات المسلحة، وكذلك بفضل الإمكانات التنظيمية واللوجستية التي تم توفيرها وخطة إعلامية مدروسة ودراسات استقرائية رصدت ردود الفعل والرأي العام في العالم العربي، وبفضل اختيارنا الموفق للجان التحكيم خبيرة تمكنت من أن تتجاوز التحديات وأن تنتصر للجمال والإبداع. إن لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي عبر احتضانها هذا البرنامج تؤكد بالدور المهم الذي يلعبه الشعر واللغة العربية في صون الهوية الوطنية عبر التأثير في نفوس المشاهدين والمساهمة في تحريك عجلة الثقافة. في الختام أشكر الدعم الدائم لكم لحضوركم والتواصل واهتمامكم بمختلف الفعاليات التي تستضيفها إمارة أبوظبي والمساهمة في تعزيز الصورة المشرقة لدولة الإمارات، وشكرا. والآن أدعو السيد سلطان العميمي لتقديم كلمته فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أرحب بكل الحضور ونذكر أيضا منهم أخواننا اللي رحبهم أخونا حمد السعيد عضو لجنة التحكيم مسابقة شاعر المليون، أخونا أبو نواف أيضا عارف عمر معد البرنامج، أخونا حسين العامري، أخونا عبيد المزروعي، الدكتور أحمد خريس أيضا في فريق العمل أيضا في المسابقة وفي لجنة الفرز والتحضيرات أيضا، وأيضا الدكتور غسان الحسن وأخونا عبد الرحيم خوري مدير إدارة الموارد البشرية في لجنة الفعاليات. وأرحب بكل الحضور الإعلامي من رجال صحافة وتلفزيون ممن صارت وجوههم مألوفة عندنا، نسعد برؤيتهم في المؤتمرات الصحفية، يمكن حضروا في كل المؤتمرات الصحفية الخاصة بمسابقة أمير الشعراء في المواسم الماضية وصاروا جزء أيضا من هذا البرنامج الحسن، وصاروا جزء من هذا البرنامج. نرحبهم ونسعد برؤيتهم دائما. سيدات والسادة الحضور الكريم، منذ أن انطلقت مسابقة أمير الشعراء في عام 2007 حتى هذا اليوم قدم البرنامج للساحة الأدبية في العالم العربي 165 شاعر أغلبهم من اكتشافات البرنامج، وهو بحد ذاته من أجمل ما يمكن أن يحصل ويضاف من رصيد إلى ديوان العرب. واليوم نعلن عن انطلاقة التصفيات النهائية من المسابقة في موسمها السادس، واللي جاء ليؤكد أن إمارة أبوظبي ماضية في مشروعها الواعد لخدمة الشعر الفصيح الذي يعد لسان حال اليوم والأمس والغد، وجاء شعراء هذا الموسم ليثبتوا أنه لا يمكن للشعر الحقيقي أن يموت، بل إنه يتجدد مع مرور الزمن ومع تجدد الأجيال. لقد بلغ عمر الشعر العربي عمر اللغة العربية والموروث الثقافي العربي، ومن هنا وجب الحفاظ على هذا الموروث من خلال إحياء الشعر واستعادة ريادة دوره وبما يمثل أحد أهم ركائز الهوية الوطنية. على مدى 5 مواسم سابقة للمسابقة تابع الملايين من جمهور الشعر
العربي 50 أمسية شعرية تم بثها على الهواء مباشرة، كانت مليئة بالأحلام والطموحات بحمل لقب المسابقة والمواقف الطريفة واللحظات الحرجة والسعيدة، مواقف كثيرة لا يمكن أن تعاد ثانية لأصحابها وإن عاد بهم الزمن إلى الوراء. وتواجدنا اليوم هنا ليس إلا لتشجيع الشعراء وإلقاء الضوء على الكثير منهم، ونحن على معرفة بشعراء متميزين ورائعين استطاعوا أن يحرزوا اللقب، وآخرين حصدوا محبة الجمهور، لكنهم جميعا حصلوا على الاهتمام الإعلامي الذي يليق بهم أمام برنامج استطاع في مواسمه السابقة أن يتخطى حدود المألوف وأن يسير على نفس الأهداف والخطى التي وضعت له منذ البداية. 8 سنوات مرت على إطلاق أمير الشعراء وكأنه الأمس، اهتمام إعلامي كبير، ترقب وانتظار من قبل المشاهدين، جوائز تقديرية للمسابقة نفخر بها، ولجنة تحكيم خبيرة رغم المهمة الصعبة المناطة بهم إلا أنهم كفؤ لها، قواعد جديدة، مفاجآت كبيرة، ونعدكم أن يكون هذا الموسم مليئا بالتشويق والشعرية العالية. لقد حظي الشعر العربي بأعلى درجات التقدير والاهتمام منذ عصر المعلقات الشعرية الخالدة التي كتبها شعراء عمالقة، ما زالت قصائدهم تهيمن على تاريخ وجغرافية الأدب العربي، وقد بلغت الحضارة العربية أوجها في العصرين الأموي والعباسي، فازدادت معها عظمة القصيدة في الحياة والتاريخ لما حملت من معان وموسيقى وأحاسيس ومفردات في غاية الدقة والروعة في الوصف والتعبير. وبرنامج أمير الشعراء اليوم يمثل خطوة هامة وجادة للنهوض بالشعر العربي الفصحى، وبالتالي النهوض بلغتنا العربية، والمهرجان كان وسيكون له الدور الأكبر في الارتقاء بالحركة الشعرية في الوطن العربي، لتؤكد أبو ظبي أنها حقا عاصمة الثقافة العربية بريادتها الفكرية لأهم المشروعات الثقافية في الوطن العربي. في الحلقات التسجيلية الأربعة في الأسابيع الماضية تعرفتم عن قرب على 300 شاعر من 29 دولة، لكنكم لم تخوضوا غمار لغتهم ومكنوناتهم الشعرية التي جعلت أعضاء اللجنة تجمع على إجازتهم في أحيان كثيرة. اليوم نرحب بالعشرين شاعر الذين سينتقلون معنا للمراحل المباشرة، 20 شاعرا بانتظاركم وأنتم بانتظارهم مترقبون، الكل مترقب، ستكون لغة الشعر حاضرة، سنتعرف على شعراء جدد وسنتعرف على قصائد جديدة ولغة شعرية جديدة تحكي الكثير من المواقف الحياتية اليومية. إنه موسم يستحق المشاهدة والانتظار والترقب، وسوف يتم الإعلان عن قائمة 20 شاعرا مساء غد الأربعاء في الحلقة الأولى من برنامج المسابقة، متمنين للجميع كل التوفيق والتألق في مسيرتهم الشعرية. وبهذه المناسبة لا بد لنا من التوقف عند مشروع أكاديمية الشعر التي تأسست عام 2007 مع انطلاقة المسابقة، والتي واكبت نجوم برنامجي شاعر المليون وأمير الشعراء وأصدرت لهم العديد من الدواوين الشعرية حتى وإن لم يحصلوا على المراكز الخمسة الأولى في كل موسم. ومع نهاية 2014 احتفت أكاديمية الشعر بما يزيد عن 100 إصدار متخصص من دواوين الشعر الفصيح والنبطي وكتب النقد والدراسات والأبحاث. من بين 100 24 ديوان شعري لشعراء مسابقة أمير الشعراء قد تقدموا للأكاديمية بطلب طباعتها، وخمس دواوين شعرية ضمت قصائد الشعراء التي قيلت في البرنامج في مواسمها السابقة، إضافة إلى ديوان يضم قصائد مجاريات شعر الفصحى والشعر النبطي لضيوف البرنامج في موسمه الرابع، بما مجموعه 30 إصدارا عن هذه المسابقة. الحضور الكريم، إن مشروعا إبداعيا كبرنامج أمير الشعراء بما يتسم به من تنافس إبداعي خلاق إنما يتيح للشعراء العرب الشباب تقديم المزيد من الجهود نحو استقطاب ملايين المشاهدين في مختلف أنحاء العالم، وذلك بالتكامل مع شعراء المليون، مع شاعر المليون البرنامج الأضخم من نوعه.
ارحب بالدكتور عبد الملك الملك مرتاض عضو لجنه التحكيم اللي الان انضم لنا، والحمد لله على السلامه يا دكتور. وايضا ما انسى اخونا عبد الله المصعبي، ايضا احد العناصر المهمه في المسابقه، مسابقه امير الشعراء وشاعر المليون خلف الكواليس، هو مع فريق العمل يعتبر دينامو المسابقه. ولا يفوتنا ونحن نتحدث عن هذه المنجزات والنجاحات أن نذكر من كان له إسهام كبير في خروجها إلى النور وتحقيقها، وهو ابن الوطن البار الذي رحل عنا إلى جوار ربه المغفور له بإذنه تعالى، محمد بن خلف المزروعي، الذي فقدنا بغيابه عنا قائدا ناجحا وملهما كان حريصا على أن يكون للشعر والشعراء في إمارة أبوظبي عاصمة تحتضنهم وينطلقون من خلالها إلى آفاق عالمية. وعزائنا أن ما حققه الفقيد الراحل سيبقى خالدا وشاهدا على عطاء أبناء هذا الوطن الذين تجاوز عطاؤهم حدود المحلية ليعانق آفاق العالمية. رحم الله محمد خلف المزروعي. شكرا لكم، ونتمنى أن نلتقي غدا بإذن الله على خير. شكرا لك أستاذ سلطان. والآن نتيح المجال للصحفيين الكرام لطرح أسئلتهم، فليتفضلوا. سيلفيا ردان من خليج تايمز نيوز بيبر. How different is the style of poetry today and how does the quality of the verse compares with the great Walcott classical era? أنا فهمت أي بس زين. هو الفرق صار في تغير كبير في ال، لا بتكلم بالعربي، أظن في ترانزليتر، I think في ترانزليتر، نعم. أنا في أمير الشعراء لازم أتكلم اللغة العربية، this is an Arabic competition، لازم أتكلم باللغة العربية. المستوى اللي أو الفرق بين مستوى الشعر الآن و السنوات الماضية منذ الموسم الأول، أنا ما أبغي أتقدم على أخواني في أعضاء لجنة التحكيم، هم لامسين التغير الذي حدث في مستوى الشعراء والمستوى الشعري بشكل عام في الوطن العربي، لامسين بصورة أكبر مننا. لكن من الواضح جدا أن هناك نقلة كبيرة في مستويات الشعراء خلال 8 سنوات هذه، مقارنة بالموسم الأول ومقارنة بالموسم الحالي. مقابلة الشعراء كان عدد الشعراء الذين يتخطون المقابلات ويحصلون على الإجازة في الموسم الأول كان قليل مقارنة بنسبة الشعراء غير المجازين. في المواسم الحالية العكس، عدد الشعراء اللي ما يحصلون على الإجازة قليل مقارنة بالشعراء اللي يعني يأخذون. نعم، شيء آخر أن المستوى العمري للشعراء اللي يتقدمون المسابقة الآن صار كبرسنتج كنسبة أقل عن الموسم الأول. الموسم الأول كانوا فوق 40 تقريبا أغلب اللي مشاركين، الآن بين 20 و30، يعني المستوى العمري صار أقل كمتوسط. وأيضا المواهب اللي توها يعني توفرت فيها شروط القبول بالمرحلة العمرية، يعني بداية الـ20ات من عمرهم، مواهب شعرية ناضجة استطاعت أن تقدم مستويات جميلة جدا. وفي هذا الموسم هناك شعراء في بداية مشوارهم الشعري، لكن من الواضح أنهم مروا بتجربة شعرية مبكرة، وأعتقد أنهم بيكونون مفاجأة من مفاجآت المسابقة في هذا الموسم. مراحل عمرية صغيرة نحن بالنسبة لنا نعتبرها من اكتشافات البرنامج، ولجنة التحكيم في المسابقة دور كبير في الارتقاء بمستوى الشعراء في الوطن العربي، والارتقاء أيضا بمستوى الذائقة. أوجه لهم كل شكر وتقدير. لماذا لا يكون هناك تبني للشعراء العام الماضية؟ احنا عرفنا ان 165 شاعر خرج من 5 دورات سابقة. نعم.
بعضهم خفت نجمه بعضهم اختفى تماما من الساحه. نعم. هل هناك اتجاه لتبنيهم بشكل اخر؟ وهل يكون الاوبريت اللي سيتم انتاجه بدايه لانتاج قصائد غنائيه للشعراء شاركوا في الدورات الماضيه؟ ده سؤال. السؤال الثاني، عايزين نعرف اكتر عن كم دوله شاركت في هتكون مشاركه في النهائيات هذا العام، مشاركه المراه هتكون شكلها ايه هذا العام في النهائيات، وايه ابرز المواقف اللي كانت في كواليس البرنامج اثناء الفترات الماضيه؟ شكرا. نعم. بخصوص السؤال عن الشعراء اللي في المواسم الماضيه، نحن يعني اعطينا الفرصه للشعراء هذه للظهور، ونقدر نقول تم خدمتهم اعلاميا في الموسم اللي هم اشتركوا فيه، والموسم اللي بعده عندنا مجموعه جديده من الشعراء والعدد في ازدياد. واعتقد ان بعد نهايه المسابقه جزء كبير من وجود الشاعر في المشهد الشعري والثقافي يعتمد عليه، على حضوره وعلى نشاطه. والاكاديميه والمسابقه تظل على تواصل مع الشعراء، والدليل ان نحن نطبع شعراء، نطبع دواوين الشعريه لهؤلاء الشعراء الى اليوم. هناك نطبع لشعراء من المواسم الاولى والثانيه والثالثه، هناك يعني تواصل من طرفنا، واذا صار هم من عندهم انقطاع بالتواصل هذا شيء ثاني. بالنسبه للأوبريت هو يعني سنويا يكون فيه شيء مشترك في كل موسم بقصيدة طويلة يشاركون فيها الشعراء. المواسم الماضية يمكن إذا تابعتي شفتي أن في حلقة من الحلقات أو الحلقة الأخيرة كل شاعر يقول بيت يكملون جسد قصيدة واحدة. بالنسبة لعدد الشعراء اللي في هذا الموسم ما أبغي أحرقها، خليها مفاجأة لحلقة موجود بريس كونفرنس في الورقه اللي عندكم، كل شيء موجود. وبكره بيتم الاعلان عن الاسماء، وبيتم الاعلان حتى عن عدد الشاعرات. في هناك شاعرات في المسابقه، عدد جيد من الشاعرات في المسابقه. نص سؤال عند اخونا اخر، نص سؤال عند اخونا علي. شكرا. نهج امير، عفوا، برنامج شعر مليون حقيقه فكره في تربيه النشأ وتشجيع الاطفال الموهوبين. هناك اطفال عرب موهوبين، ولكن آلية المسابقة لا تسمح لهم بالمشاركة. هل هناك مثلا أمير الشعراء يطرح أيضا أمير الشعراء الصغير مثلا ويشاركون الأطفال، لأن الأطفال أيضا لهم حق علينا، وتربية النشأ مهمة في هذا المجال. شكرا. لا أعتقد يعني إحنا دائما في هذه يعني في المسابقتين نركز على الجانب الأطفال، يعني يمكن شاعر مليون تميز بأكثر بهذا المجال، ولكن أيضا لا يمنعنا في أمير الشعراء. لكن أيضا صعوبة الوصول لهذه يعني الأطفال إذا كانوا خاصة من دول أخرى فهي تصعب علينا. طبعا لا مانع، احنا دائما نفكر في مصلحة الشعر ومصلحة المسابقة، فبالعكس العموما المسابقة وأكاديمية الشعر تدرك تماما أن الجيل الصغار هذيلا الاهتمامهم في مرحلة مبكرة يمكن ما يكون عن طريق المسابقة كثر ما يأتي عن طريق الأسرة وعن طريق المدارس. نحن عندنا تواصل مع مدارسنا في الإمارات في الإشراف على بعض المسابقات الشعرية في السنوات الماضية اللي تمت على صعيد الشعر الفصحى، سواء من حيث التحكيم أو من حيث الإشراف والإدارة. يعني يهمنا في نفس الوقت استقطاب الأطفال وتحبيبهم للشعر الفصيح. وكان في فقرات في المواسم الماضية لبعض مشاركات الأطفال للشعر الفصيح يرددون أبيات يحفظونها، وأعتقد أن هذا نحن نعتبرها خطوة. إن شاء الله في المواسم القادمة ننظر بعين الاهتمام أكبر لكيفية إشراك الأطفال في هذا الجانب، وإن كان على سبيل التشجيع أكثر مما هو على سبيل التقييم الحقيقي لهذه المرحلة العمرية. شكرا جزيلا لكل الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى هنا أصل معكم إلى نهاية مؤتمرنا الصحفي هذا، على أمل أن نلتقي معكم في مناسبات قادمة. أشكر لكم حسن استماعكم وسعة صدركم، وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير. سيكون موسما مختلفا هذه السنة، موسم في الواقع سيقدم جملة من الشعراء الذين نعتقد بأنهم يعني سيكونون إضافة أيضا للشعرية العربية، وأيضا صوت أو أصوات نسائية مختلفة، كما أن على المعايير الجديدة التي وضعت والآليات المختلفة أيضا التي أضيفت في البرنامج ستجعله أكثر موضوعية، وأيضا ستجعله أكثر اقترابا من ذائقة المشاهدين، وستجعله أيضا يعني يحقق هدفه وهو إحياء الشعر العربي الفصيح، كما أنه سيكون أيضا محققا هدفه بالتواصل مع النشأ، وهم يعني الهدف الأول الحفاظ وإحياء اللغة العربية الفصحى على ألسنة الناطقين بها. التنقلات اللي صارت في البرنامج على مدى 6 مواسم، أعتقد أنه وصلنا في الموسم هذا اللي هو الموسم السادس يعني لخلاصة 5 مواسم سابقة نتمنى أن نقدمها للجمهور على مستوى الوطن العربي بشكل جديد وبشكل يرضي الجمهور ويرضي المتابع عبر قنوات جديدة راح يطلع فيها البرنامج، من ضمنها قناة بينونة والقناة السعودية الأولى وقناة المحور المصرية. راح يكون فيه شريحة جديدة من المتابعين يمكن ما كانت متابعة من قبل، لأن النقل كان على قناة واحدة اللي قناة أبو ظبي، لكن الآن أصبح بالنسبة لنا هاجس آخر هو ردة الفعل اللي راح تصير، راح تكون أقوى وراح تكون أكثر وراح يكون الاتساع أكبر، ونتمنى إن شاء الله أن نقدر نكون على قد هالمسؤولية هذه في الموسم هذا. طبعا وجود الفريق نفسه سواء في الإعداد أو في التقديم، وجود لجنة التحكيم نفسها، هذا بالنسبة لنا يعطينا ارتياح أكثر في التعامل وفي فهم الفريق اللي معانا. نتمنى إن شاء الله أن نكون موفقين هالموسم. الشعر على وجه التحديد يتميز دون غيره من مجالات الإبداع الأخرى بأن انبثاقه الأول يتوهج في مطلع الشباب، والمواهب تعبر عن نفسها بقوة عارمة قبيل 20 من العمر. الأمر يختلف مثلا في الكتابات الأخرى مثل الرواية أو المسرح أو النقد، يحتاج إلى فترة أنضج وسن أكبر وثقافة أكثر تراكما. ولحسن الحظ أن المؤشر الذي نلاحظه كما أشير إلى ذلك في المؤتمر الصحفي الآن أن المسابقة كلها موهوبة للشباب، فلو شئنا الدقة هو أمير شعراء الشباب، لأن الكبار ليس لهم حق الدخول، هم ممنوعون من الدخول الكبار في السن، وكبار الشعراء عادة لا يقبلون التنافس، فهم لا يصلحون لمثل ذلك، لأن كل واحد منهم يرى نفسه إلها أو نصف إله أو متنبيا على الأقل، أكثرهم تواضعا هو المتنبي الذي يزعم أنه نبي. فالكبار لا أمل في أن يتنافسوا، لكن الصغار كما لوحظ منذ قليل أن معدلات أصحاب الأعمار الأصغر تتزايد من دورة إلى أخرى، ومعدلات مشاركة النساء المرأة الشاعرة أيضا تتزايد، وهذا لأن المسابقة أعادت الاعتبار للشعر العربي وفتحت باب الأمل أمام الشباب الذين لم يكونوا يجدون من قبل مجالا أمام مواهبهم، فحفزتهم فأصبحوا يتأهبون للدورات التالية، ونجد الآن شعراء مستواهم جيد جدا حول 20 من أعمارهم. الجانب الإعلامي في البرنامج هو بتطور مستمر، الشكل، الإخراج، حالة التفاعل، أعتقد أن انسجمت بتقديم البرنامج، حبيت
وإلى حد ما البرنامج حبني، يعني لأنه أنا كمان حابب هذا هذه الطريقة في التقديم. اليوم أنا بعتبر أنه علي مسؤولية أنه أنا ما أكون ضمن حالة التقديم الجاف أو الجامد. هو البرنامج برنامج ثقافي، برنامج متنوع ثقافيا، لكن اليوم يحتاج البرنامج إلى نوع من التقديم اللي بيطري هذا الشيء، بيحطه ضمن قالب حتى يقبل المرونة، المزاح أحيانا، الجو الطريف أحيانا، وهذا ضروري حتى ما نكون عم نشوف مادة هي فقط تنتمي لحالة معينة، وإنما حالة ممتعة أكيد، لكن أيضا لا يمنع أنه هالحالة الممتعة تغلف بشكل من التقديم رشيق. هذا اللي عم حاول أعمله. إلى أي حد أنا نجحت ما بعرف، بس يبدو أنه استمراري هو أني أنا قدرت فعلا حقق شيء من هذا الموضوع، وحقق يعني نوع من هالرشاقة نسبيا في تقديم هذه المادة. والسنة هي إن شاء الله في خطوة جديدة بالنسبة للبرنامج على مستوى الوطن العربي، أيضا بتعطيني دافع مهم كمان في تقديمي. مشاركة نسائية كانت في المواسم السابقة مثار يعني سرور، وأفضت إلى كتابات إعلامية كثيرة. شاركت مثلا حنين عمر من الجزائر بقصيدة عجيبة، لا ندري يعني كيف جاءت هذه القصيدة، وشاركت روضة الحاج من السودان، وكنا ننتظر أن تكون هي أميرة الشعراء في الحقيقة من ثلاث مواسم، لكن ربما التصويت هو الذي كان يعني خذلها. والله إنها فكرة جيدة أن تطرح إمارة الشعر للمرة الأولى لسيدة عربية، لشاعرة عربية، فليس عندنا أي مانع نحن، لكن الأمر يتعلق بالشواعر أنفسهن، هل يمتلكن المستوى المنافسة الشرسة ويستطيعن أن ينافسن الشعراء الذكور؟ هذا أمر يتوقف عليهن وليس على لجنة التحكيم ولا على غيرها. طموح برنامج زي أمير الشعراء وشاعر المليون هو كان لتعزيز الثقافة في العالم العربي، والأهداف كانت واضحة من أول ما ابتدينا. أهم ملامح التغير اللي حصل على الشاشة هو تغيير سن المتقدمين للمسابقة، ووعي جيل الشباب أكتر اللي كان مستهدف أصلا في البرنامج بالبرامج كلها، وأنا في اعتقادي الشخصي إن ده أهم إنجاز عمله البرنامج. أيوة، كان أول ما ابتدينا فعلا المشاركين كانوا في الأربعينات وطالع، كان في يعني كذا شاعر صغيرين، لكن مش بالعدد الكبير اللي بقى يجيلنا دلوقتي. وفي ناس كانوا بيجوا أول سنة كان عندهم غرسة تجربة شعرية قوية، ورجعوا يشاركوا سنين ورا سنين لغاية دلوقتي ما لقيناهم فعلا بقوا شعراء متميزين، يعني اشتغلوا على نفسهم بجد. فلقينا برضو التغيير على الشاشة، في وجوه عرفناها يعني من موسم لموسم نلاقيهم بيجوا بيحاولوا تاني، مفيش حاجة احبطتهم، مفيش حاجة قالت خلاص احنا مش هنيجي تاني، او احنا ما عندناش الاهلية ان احنا نتقدم مرة اخرى. بالعكس، اداهم حافز اكتر انهم يثبتوا للجنة التحكيم والمشاركين ان عندهم تجربة شعرية رائدة جديرة بالمشاركة في برنامج مثل امير الشعراء. لغربة ادمي حن المساء بها لناي الراعي، فتحدثي للماء ان لامسته، الماء يسمع أنة الأضلاع. زفي بموسيقاك موكب شاعر رسم السماء لخائفين جياع، لحنا يواسي الياسمين إذا بكى خوف الشتاء على مسيل شعاعي. بي شهقة صدر السماء يضيق عن أمواجها في صدري المتداعي، ولأن لون الشمس خط ملامحي ودم الصعيد المر دمع يراعي. اخترت وجه الريح وجهة أحرفي وقنصت نجمي من عيون ضياعي. يا مجمع البحرين ماؤك ثورة والمشرقان سوائم ومراعي، في قلب دائرة وقفت تشدني أمان كل شديدة وذراعي. لو كنتما أمين ما قطعتما قلب الصغير وشتلتي نعناعي. يا وجه أمي أين أنت؟ أكلما قلت التقيتك ضعت خلف قناعي. أنا والظلال
ونوح نافذة بها بنت المساء على اخضرار تباعي، نمشي على قلق المسافة والمدى كسفينة تجري بغير شراعي. يا نوح أمهلني مسافة شهقة أخرى لأجمع في الدموع متاعي. الماء فرعان التقى سيفاهما والضرع أنشف من فم مرتاعي، فبأي بوصلة أهدهد حيرتي والبوصلات تشير نحو خداعي. هذه الأبيات من قصيدة حنين إلى الغربة الأولى، وكانت هذه القصيدة هي أولى القصائد التي شاركت بها في الموسم الخامس في أمير الشعراء. الموسم السادس أتوقع أنه يكون موسم ملتهب، لأنه الشعراء يستفيدون من المراحل السابقة من أول انطلاقة البرنامج إلى اليوم، يسمعون تعليقات لجنة التحكيم ويرون الشعراء المتميزين ويستفيدون من تجاربهم. طبعا كل هذه الأمور تصب في تجاربهم الخاصة، فيتطورون شيئا فشيئا إلى أن يصبحوا قادرين على المنافسة وقادرين على إلهاب هذا الموسم السادس الذي أتوقع أن يكون متميزا. أتوقع أيضا أن يكون للمرأة مشاركات جيدة في هذا الموسم، خاصة وأنهن مدفوعات، يعني الشواعر من النساء مدفوعات بغيرة شديدة على أن اللقب إلى هذا الموسم لم تحرزه أي امرأة عربية، فأظن أنه عندهم هذه الغيرة وهذا القلق على حيازة اللقب.